مرحبا بكم في قناة دي دو سومدي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سومدي. هاد النهار ان شاء الله نقدمكم واحد الحلقة ديال اهم الخطوات التي يجب على المربي تتبعها لأجل مرحلة الفطام. اذا مرحلة الفطام مباشرة اي يعني المربي كيجي في الذهن ديالو صدمة الفطام. صدمة الفطام راه كل مربي خصو يكون عارفها. صدمة الفطام ماشي تشدوا الأنانب ديالكم وتحيدوهم على الأم ديالهم مباشرة. اولا خصنا نعرفوا باللي الفطام خصو يكون 35 يوم. 35 يوم كيفاش غادي نحصلوا على 35 يوم؟ كما كتشوفوا معايا هادو راه وصلوا هاد النهار بالضبط 34 يوم. 34 يوم كافيه انني غادي نفطمهم. دابا نتحدثوا على الماكله ديالهم، يعني الاكل ديالهم كيفاش نتعاملوا معاهم بالنسبه للبلديين وبالنسبه للروميين. ان كاين تعامل مع البلديين بوحدهم والروميين بوحدهم. بالنسبه لهاد الخلفات هادو كما كتشوفوا معايا هما راهم باقي لهم واحد تقريبا واحد 10 ايام. لا هادو لا هادو هما عاد كياكلوا مع امهم. لا هادو بالنسبه للقضيه ديال الفطام اللي تحدثنا عليها، يعني في 35 يوم خاص تكون فيها شروط. خاص الام، يعني الام كتولد على 33 يوم. منين تكون يلاه ولدت الام خصنا نشوفوا الحاله الصحيه ديالها، باش الا كانت مزيانه ممكن اننا نعطيوها للذكر. ومن نعطيوها للذكر نقيدوا لاضات، باش ماشي الام تكون باقا عاد كترضع في الصغار ديالها اللي هما في هاد الحجم هذا. هاد الحجم هذا راه تبارك الله صافي راه ولا كي ياكل بوحدو، ومره كيرضع من امه، مره كيكون كيرضع من امه. نشدوا حنايا ونولد الام تكون حامله وتولد والصغار كاينين في بيت الولاده. تخيلوا على كارثه كيفاش دايره. هذه راه كنسميها انا كارثه. ما تخليوش واحد الاخطاء صغيره يعني تضيع لكم المشروع. خاص اول حاجه هو تدوين التاريخ. علاش تدوين التاريخ؟ الا حنا عارفين بلي الام غادي تولد على 33 ولا 30 31 32 حتى 33، الا هي كتولد ديما في 31 مثلا، نخليو منين تولد نخليوها واحد 10 ايام يعني ك سكور. حنا كنسميوها يعني ك ريزيرف. يعني علاش غادي نخليو الام هاد الصغار ديالها الى خليناهم مع 35 يوم. 35 يوم غادي تكون حنايا عطيناها واحد 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 المساحه ديال 10 ايام اللي غادي تقدر تولد فيها. واخا نفطموهم على 35 يوم راه باقي لها، غادي يكون باقي لها عاد شحال واحد سيمانه، يعني غير هذيك غادي تجلسها بوحدها باش تولد. واخا حنا فطمناهم على 35 يوم. لاحظتوا كيفاش الفكره؟ يعني وكل انثى خصنا نقيدوا لها هي تقريبا على شحال كتولد. لان الانثى ملي كتولد مثلا على 33 يوم سبحان الله كتكون في الدوره الجاوجه حتى هي كتولد على 33 يوم. هي كتبقى الحاله الصحيه ديالها واش راها مزيانه ولا ما راهاش مزيانه. رانا الفطام والصدمه ديالو، حنا نقولوا مثلا شدينا الصغار نهار 35 يوم صافي حيدهم مباشره. ديك الليله غادي تجيهم طويله وغادي تجيهم قاصحه عليهم. يعني كيفاش تتعاملوا مع الفطام في ديك 5 ايام الاخرى، يعني من 35 يوم، يعني في 30 يوم بقاو تحيدوهم، يعني تمشيو تحطوهم ياكلوا بوحدهم بحال هذا الشكل هذا، وتردوهم لامهم في العشيه لمده اش؟ مده 5 ايام. علاش؟ باش يتعودوا، يعني يضلوا نهار كامل يعني كياكلوا بعيدا عن الام ديالهم. وفي العشيه يعني في المساء ممكن انكم تردوهم الام ديالهم. بهذا الشكل غادي يكونوا هما بداو كيتعودوا انهم يبعدوا على الام ديالهم. وانتم عينكم ميزانكم منين تشوفوهم صافي، لان في الحقيقه هذا التربيه ديال الارانب كتختلف من 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 يعني ام الام.
منين تشوفوهم بداو ما كيردعوش منهم يعني كياكلوا من العلافه لان كتكون علافه وحده مره مره كيبداو حتى هما كياكلوا معاها كيتخشاو معاها هي كتخليهم ما كتضربهمش اذا هذه واخا تكونوا دايرين علافه بحال هذا الشكل انتم راه واحد الصغير راه ولا كتشوفوه راه مخشي مع العلافه ديال الام ديالو كتخليه ياكل مسكينه هي ما كتضروش وكتكون هي كتاكل وفي نفس الوقت هما كيرضعوا منها هذيك الحاله راه باقي ما وصلوش لحاله الفطام كي تشوفوهم صافي ما بقاوش كيرضعوا منها صافي هذيك راه وصلوا لحاله الفطام يعني المرحله ديال الفطام راه هي هذيك منين تكون مرحله الفطام الخمس ايام الاخرى وليو تدخلوهم وتخرجوهم يعني تحيدوهم من بيت الولاده وتحطوهم فواحد الكاج بوحدهم ياكلوا وتردوهم للام ديالهم لمده خمس ايام باش ما يتصابوش ديك الصدمه بحال شي ولد ملي كيبغيو يفطموه سمو كيديروا له كيبقاو ينقصوا عليه الحليب يعني لا 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 يعني الام كتكون هي بينها وبين راسها كتقول لك غادي نفطمو مثلا على السكاته سمو كدير له في السكاته كدير له حيله كدير له فيها شي ريحه بحال القطران ولا باش هذاك الولد كيبقى يتفطم ولكن حنا ما نهضروش على السكاته نهضروا على الحليب الحليب كيفاش كتفطمو في الاول ماشي من 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 البزوله ديالها لا حنا كنهضروا على الحليب ديال اللي كيتشرى من الفرماسيان ديال الغبره هذاك كيفاش كتفطم الام كتبقى تحيد عليهم كتحيد على الولد ديالها الحليب بالتدريج مثلا كتكون كتعطيه مثلا ثلاثه القرعات يعني قرعه في الصباح وفي في نص النهار وفي العشيه كاين اللي كتعطيهم حتى اربعه القرعات كتولي كتعطيه ثلاثه شويه كتلاحظ باللي الدري بدا كيبكي كترد له وكتعاوتاني كتعطيه الغد ليه كتبقى تعطيه ثلاثه وكتلاحظ الا بقى كيبكي كترد له عاوتاني وكتبقى غاديه معاه غاديه معاه غاديه معاه حتى واحد النهار عاد باش كتقول له صافي دابا غادي تشرب غير كاس ديال الحليب اولدي صافي بركه عليك منا حتى تحيد له الحليب غير بشويه بشويه لان ما يمكنش اي واحد الحاجه مباشره كتوقع لا حنايا ماشي الات حنايا يعني مخلوقات حيه يعني واخا حيوانات مساكن راه حتى هما كيحسوا يعني الفطام بالتدريج وفي الاول ما تعطيهمش شي حاجه مثلا السيكاليم راه كيكون مجهد عليهم تعطيهم السيكاليم لا ما تعطيهمش الخبز يعني جاف ولكن بواحد الطريقه يعني نقولوا باغيين دغيا تسمنوهم وتبقى تعطيهم بزاف كميات كبيره لا بحال دابا انا هاد الكميه اللي عطيهم هكا راه فيها نخاله وفيها ذره وشويه ديال الخبز مطحون ولكن هاد الكميه هادي راه ممكن نخليها لهم يومين ما نحيدهاش بالاضافه للاشياء الخضراء حتى هي ما كنعطيهمش بزاف والفصه راه ولكن لاحظوا انني نوعت لهم علاش لان بخطرات كيكونوا هما يعني ياكلوا حاجه وما ياكلوش حاجه انا كنحاول نحط لهم كلهم قدامهم قراقبهم يعني كان 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 كنشوف هما لمن كيميلوا شنو هما اللي كياكلوا دغيا وشكون هو اللي كيخليوه وكنبقى نقارن هاد الخلفه هادي ممكن انها تعطيني نتائج اخرى نبدلها على هادي هاد الخلفه عاود ممكن تعطيني نتائج اخرى المهم كنبقى يعني يعني اي 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 ارنب كنبقى نتمشى معاه على حسب ل ل ل ل ل يعني الطريقه اللي باغي هو يعني ضروري ان الواحد ملي كيبغي يبيع الارانب ديالو لشي شخص اخر حاولوا انكم يعني تسولوه الطريقه ديال العيش ديالهم كيفاش لان كل واحد بحال دابا انايا مخليهم هنايا في البرد كتسمعوا البرد هانتوما راه غير عشه بسيطه وفوق السطح يعني دايرها ممكن ان نجيب واحد الارانب اخرى ونحطهم هنايا ما يصدقوليش علاش مولاهم نقولوا سد عليهم في واحد البيت ما مهوي عليهم ما والو ما كيشوفوش الشمس نجي تحطهم هنايا غادي يتبدل عليهم الجو ما غاديش يصدقوا بالعربيه يعني اي ارانب كيخصهم واحد الجو ديالهم خاص بهم ما تحولهمش من جهه لجهه التعويد هي قضيه ديال التعويد اذا الحلقه ديالنا هي هذه ما تنساوناش بزر الجام كان نعتذر على التعاليق ما كنجاوبش عليها لان كما قلت لكم عندي شي مشاكل في الكونيكسيون الفيديوهات كنحاول انني نحط لكم بشكل يومي ولكن التعاليق ان شاء الله غادي نبقى نرد عليها
اقرب وقت، وان شاء الله ندير شي حلقات ديال المباشر ان شاء الله ان شاء الله. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا شاركوا معنا قناه غاديه بالدعم ديالكم. كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبه ديالكم. تكيو على زر جيم باش تساندوني، وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.